دكتورة أمل منورانا وألف ألف مبروك دورة جديدة من ميس إيكو. الموضوع جامد قوي. الله يبارك فيك. ميرسي والله. ثانك يو. أنا أعتقد بمستوى الجمال ده أنت ممكن تحتلي العالم النهاردة. لا والله ده من ذوقك. أو مبسوط إن أنتم متابعينا كل سنة وبتشوفوا التطور اللي إحنا فيه. إحنا بنتطور سنة ورا سنة أكيد أنت شايف يعني. بس ما شاء الله أنتوا السنة دي أنزا توب بقى نقدر نقول. الله يخليك والله. ثانك يو جدا. موضوع اختيار البنات وخد منك وقت قد إيه وكل الجنسيات دي وال الموضوع حاسس إن فيه مجهود كبير قوي. يعني هو احنا ما بنختارش. احنا بنمضي كونتراكت مع الدول والدول بيبقى فيه معايير بنحطها وهم بيمشوا حسب المعايير اللي احنا حاطينها وبيختاروا. بيعملوا زي مسابقه ناشونال هو البلد وبيختاروا بنت اللي هي بتفوز وبتيجي في المسابقه هنا تمثل البلد بتاعها هنا. بس هم طبعا بيفولو الكرايتيريا بتاعتنا او المعايير اللي احنا حاطينها. يعني انت بتبقي متابعه معاهم برضو البنات اللي بيختاروا؟ يعني ممكن تبقي انت شايفه عينيكي على بنت وتلاقي بنت تانية اللي جت؟ بصراحه ده بيحصل. طبعا هم وانس ان هم بيكراون بيبعتوا لنا صوره البنت والبيانات بتاعتها فخلاص بنحطها على السيستم عندنا. لو جت اتغيرت بنعرف طبعا لان احنا حاجه من الحاجات اللي يعني البنت اللي بتفوز ما بتبقاش هي كده بس الملكه. احنا بنتابعها بقى وبنشوف بتعمل ايه من بعد ما بتتوج. بتعمل مشاريع بتماركت البلد فبنتابع كل حاجه بتعملها. او انا شخصيا اللي بتابع الحقيقه فبتابع كل بنت بتعمل ايه. بس فلو اتغيرت اكيد هعرف. لا زالت رغم ان شايفين مستوى عظيم جدا المسابقه بتتعرض لانتقاد وهجوم حتى من الناس اللي كانت بتنظم مسابقات قبل كده واللي بتنظم حاليا. ترد على كل التقديم؟ يعني احنا ما اعتقدش ميس ايكو انترناشونال بتتعرض للهجوم لانها مش مسابقه مصريه. هي مسابقه انترناشونال عالميه. يعني هي بتتعمل في مصر عشان انا المديره بتاعتها بحب بلدي فبعملها هنا عشان اجيب كل الجنسيات هنا تماركت البلد وتسوق السياحه. لكن هي ممكن تطلع في اي بلد ثانيه. فعشان كده ما اعتقدش ان في منها يعني لانها كلها اجانب. ما فيش مش مصر مش دوله يعني مش مسابقه ميس ايجيبت يعني فاهم. احنا بنعمل ميس ايجيبت طبعا بس دي حاجه ثانيه. فاهم ازاي؟ طيب عايزين نعرف ممكن ايه حجم المكاسب اللي بيحصل هنا في مصر السياحه طبعا وهل في بقى البنات بيعملوا جولات زي ما بتشوف طبعا وعلى الانستا والسوشيال ميديا؟ كل سنه بالبرنامج بنحط زيارات لازم. يعني الهرم ده حلم كل واحده يعني لازم كل سنه بيروحوا الهرم. بنوديهم الاقصر ساعات بنوديهم اسوان لازم بنوديهم الاماكن لازم من البرنامج بتاعنا اساسي انه يجوا مصر يروحوا الاماكن دي. فلازم بيتحط من ضمن البرنامج ان هم زيارات سياحيه. كمان احنا بنستفاد ان في بنات عندها ملايين فولورز اساسا فبنستفاد ان هم لما بينزلوا بوست او بينزلوا حاجات عن مصر ده ان دايركت واي ان انت بتسوق للسياحه عن طريقهم هم. لان دايما الناس بتحب الجميلات فالجميلات دول هم اللي بيبعتوا مسج وكده. فاحنا دايما بنستخدم الجمال علشان نماركت السياحه. بصراحه كده مفيش كوميشن من وزاره السياحه او الامر اللي بيحصل؟ لا خالص. وزاره السياحه ما بتساعدناش في اي حاجه الحقيقه خالص ولا فلوس ولا دعم ولا اي حاجه. انا بشتغل عشان انا مش مستنيه حاجه من وزاره السياحه ولا مستنيه حاجه. لا انا مش مستنيه حاجه من وزاره السياحه. انا بعمل للبلد. يعني انا شايفه ان دي اوبورتيونيتي كويسه ان احنا نعملها علشان نماركت للسياحه ومش عايزين منهم حاجه. ثانك يو يعني.